دكتور، دعنا في البدء ننطلق من ينبع النخل، مكان الولادة، مسقط الرأس، وأنت من عشاق ينبع. نتحدث عن هذه المرحلة المهمة في حياتك. والله أولا يمكن يعني كما يعلم المشاهدون، ينبع النخل هي مجموعة من القرى تبعد عن ينبع البحر المدينة المعروفة حوالي 50 كيلومتر، وهي مجموعة من القرى وليست قرية واحدة. بعض المؤرخين يعتقد أنها قرية واحدة وهي ليست قرية واحدة. أنا ولدت في أحد هذه القرى وتسمى سويقة، وسويقة يعني هي القرية التي عاش فيها أجدادي يعني فترة طويلة، وكان لديهم نخل يعني، وعادة المال النخل يعني الذي لا يملك نخلا ليس له مال. نشأتي أنا الحقيقة تركت هذه القرية وعمري سنتان، هي سويقة، ولكني كنت أعود ذا في الصيف يعني كنا نعود. تركتها إلى جدة يعني، لكن كنت أعود يعني القرية في كل صيف علشان النخل والرطب والتمر، وكنت أعيش يعني جو سويقة كأني لم أغادرها يعني. ولذلك أيضا هذه الزيارات السنوية عمقت ارتباطي بالقرية رغم أني لم أعيش فيها إلا سنتين. بعد ذلك ذهبت إلى جدة مع الوالد ودرست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جدة. بعد ذلك انتقلت إلى الرياض، وأنا يعني لأول مرة أزور الرياض، يمكن لأول مرة أخرج من جدة، وكملت الدراسة في الرياض 4 سنوات. ثم عندما تحققت لي الإعادة ذهبت إلى أمريكا وأكملت الماجستير والدكتوراه ثم عدت. لكن القرية تظل بالنسبة لي هي موطن، يعني موطن الحب الأول، يعني حب المكان الأول. وأنا حقيقة يعني من النوع اللي يحن للأماكن، عندي حنين للأماكن. أخي جابر لا تتصور، أنا كنت بعد عودتي من أمريكا كلما ذهبت إلى جدة أحرص على أني أذهب لمبنى المدرسة الابتدائية.